السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية العظيمة بيّن فيها سبحانه وتعالى الإسراء. فبعد أن مضى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، أسرى به إلى بيت المقدس من مكة على البراق وهو داب فوق الحمار ودون البغل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فركبه هو وجبرائيل حتى وصل إلى بيت المقدس وصلى هناك بالأنبياء. يقول ابن القيم: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة بباب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها موسى ابن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقى فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ثم غشيها فراش من ذهب ونور وألوان فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم رفع له البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ ترابها المسك، وعرج به حتى ظهر المستوى يسمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القضاء والقدر. ثم عرج به إلى الجبار جل جلال فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له: بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئ، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة
أمورا عديدة، فمنها عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل هوديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ورأى أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما النيل والفرات، والباطنان نهران في الجنة. ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين. ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك، وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار. ورأى أكلت أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلت الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونه. ورأى الزنا، بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في نصراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال. فلم يجدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.